ايه رايك بقى كده؟ الله ينور عليك يا مؤسسه. بقول لك يا عم حماد، انت اجمل من الورد اللي بتجيبه حبيبي والله العظيم حبيبي. النص ساعه اللي احنا بنلعبها دي بحس ان ده اجر، كاني واخد 100,000 جنيه. انا بقى بحس في النص ساعه دي ان انت رغم الاله اللي انت شايلها التقيله دي ان انت طاير بيها في السماء. الله اكبر. والله يا عم محمد انا مش عارف اقول لك ايه. ان شاء الله ربنا هيوفقك ويوفقنا وهتبقى زي الفل. انت عارف انت عم محمد انت هنا يعني طبعا، وطبعا عم حماده انتوا بالنسبه لي معلم من معالم وسط البلد. انا اتعلقت بوسط البلد وبعشقها، وكل الحاجات دي حصلت ان احنا حصل لنا تطور في تفكيرنا من خلال وسط البلد. انا احب اضيف حاجه بقى، انتوا يا شباب المجموعه الشباب دي كلها اللي انتوا بتعملوه ده بيدينا احنا عواجيز وناس كبار طاقه. عم حماده بينزل يمشي معانا، بيدينا فعلا طاقه وباور وامل للحياه ان الدنيا هتبقى كويسه ان شاء الله. والله احنا بنحب وسط البلد لان احنا فيها بنعرف افكار مختلفه. يعني مثلا انا من شبرا وده من حلوان وده من بابا وده من هنا، كل منطقه ليها طبعها. بس وسط البلد انا اذكر، عايز اقول لك انا بقالي 40 سنه في وسط البلد يعني ثلثين عمري. ربنا يديك الصحه. شفت ناس كتير، شفت فنانين كتير، شفت حاجات كتير قوي ما عجبنيش غير اللي انتوا عملتوه. الله اكبر. اليومين الله دول أكبر. ربنا يفتح وده بامانه.